يا اخي مالك شايف؟ انا اللي مالك انا ما شايف ولا ليه عم تبدي ايدك تغلط؟ انا عم بغلط ولا حرمي؟ درمي من هون يلا قبل ما كمك بيرضك يلا ضب لسانك بحلقك احسن لك ها؟ يا ميمتي يا ميمتي وايش كم ما ضبيته يعني؟ انا بضب لك يا صياح يا شباب الشيطان يا شباب وماركوس يلا نشوفك ايه هات شوف يا شباب روح روح نادي يا شباب يا اخي يا اخي يا عمك عمي شو يلا يا زكرتي شو في يا ابني؟ ابن اخوك فارس يا زعيم شبو؟ على الان هو وعبود سحبوا الشبريات على بعض شو الحكي؟ والله يلا سبقني لشو؟ كريم الله شاقتك بارضك ها؟ اتركهم ليدا اتركهم ايوه خلاص انت وياه يلا بعدوا عن بعضكم يلا لشوف بامرك زعيم هات لنا هوني هوني على المضافة انتوا الاثنين يلا الله حيزني التاوية والله شهاد لك عبود ولك مو عيب عليك تمد ايدك على شاب صغير ايدك يا زعيم بعدين انا ما دخلني منه ماشي بطريقي وطلع بخلقتي لا عمي هذا الحكي ما صار شو يعني ما صار كذاب يعني انا 60 كذاب خلصنا انت وياه شي يلا كل واحد يروح على شغله وهي القصه انسوها ولا كانها صارت يلا امرك عمي امرك زعيم عبود مرني زعيم استنى انا عاوزه اسمعوا لا مشاكل بالحارة ما بدي فهمها بعدين ما لقيت غير فارس تبي بلاك عليه هذا فارس لتشوفه شاب صغير والله إذا جد الجد بياكلك أكل إيه إني كلمتين إذا بتعمل أي مشكلة بالحارة الحارة كلها مالك فوتي لا زعيم هاي الحارة حارتي وهيك ما بصير عم ترد بوشي كمان عم ترد بوشي واللي بسط الارض ورفع السماء اذا بدنا انك عامل مشكله وحده صغيره غير على الحبس ماني برجعك فهمان عمرك زعيم نحن بخدمه الطيبين امثالك وشكري بتبعد عنه واذا بشوفك معه رجلتينك بصوا يلا احط ايه شو علي؟ والله لسه ما شفتوا مني شي يا اهل حارة اللوز. هذي حكومة ورصاص السلام عليكم. ساعة لتودي الخبزات. رد. شو وعيك مشوار؟ انا بدي اقول لك شغله بس ما بتعصب؟ احكي اخي علقت انا وهذا اللي اسمه عبود لا شو اللي علاك مع الازعم؟ اخي
اخي انا كنت ماشي بطريق طلع لي بالحاره ودفشني وقعت انا والخبزات ومن كلمه لكلمه علقنا. ولا وينه؟ تركته عند عمي بالنظافه. اخي شو دعيت؟ سلام عليكم. سلام اهلين عمو. سلام عليكم. اهلا وسهلا اهلين. اهلين معلم نوري. خير شبه المعلم نوري؟ شايفونا وياه على خير. الله يستر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وينه هذا الازهر عمي؟ صرفته بعد ما ربيته. انا اللي بدي ربيه. نوري. هل هذا انت العائل عم تحكي هيك حكي؟ مد ايده على اخي فارس بدك يعني يضل عائل زعيم. الله يرضى عليك يا نوري ما بدي مشاكل. انا ربيته لعبود ومشي الحال، واذا بتشوفه لا تتعرض له. الله يرضى عليك. مشي؟ مشي يا عمي. خلص استعدي بالرحمن وروح على شغلك. انت تامر زعيم. يا ميمتي ليك شلون بدني عم يقصف قصف من رعبتي. ايه وايش كان اجا نوري يعني؟ والله هيك مو جايبه بدوب على الخير. هلا منشوف اذا جايبه على خير ولا لا. اهلين بالمعلم نوري. الله لا يحرمنا اياك. اي والله عليه بزقرتي. الله لا يحرمه اياك. والله نحن بلاك لا شيء، انت الشيء ونحن الله. اخ بس لو شايفك بما اشوف الزعيم لكن دفنتك بارضك. بس عمي وصاني اني ما مد ايدي عليك. اسمعلك عبود، اذا بذرة انك تعرضت لاخي فارس مره ثانيه اقسم بذات الله لاشرب من دمك. لك عم تضحك لك عبود؟ عم تضحك؟ شباب مثل الحريمة بلا عشان تتذكر ما في حريمة بتخاف مثل منك شباب. لك هذا نوري مو حي الله. إلى خير الله. لا إله إلا الله. آمنت فيك يا الله. يا فارس. إيه أخي. إيه أخي الشيء اللي صار اليوم ما بيوصل الحريم بالبيت، فهمت؟ أمرك. روح لشغلك. سلام عرجال. سلام. شو يا ابو جمال ناجح بضاهي؟ طول بالك علينا شوي تك وبيكون هون. مشي. السلام عليكم يا رجال. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا معلم نوري. اهلين استاذ. شو يا فارس؟ صاير عم تعمل لي مشاكل بالحارة؟ أني مشاكل هي؟ ها! أني مشاكل هي؟ اليوم الظهر ما عملت مشكلة مع عبود الأزعار؟ طيب وأنت مين قال له؟ العصفورة! مين قال لي؟ فاعل خير! إيه يعني عدم مؤاخذة بس فاعل الخير والعصفورة كذابين بلا من عندي. ليك! سلام عرجال. سلام سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. احلى شباب حارتي. علي والله يا عبود علينا يا ضايف. لك كرمال الله لا تورزوني. ماشي الحال. ايه سيدي هلا وبعد السلام عليكم يا ساده يا كرام. ايه اليوم رح نحكي اخر جزء من قصه البطل ابو زيد الهلالي. الله الله عليك. بطل التاريخ والفارس المغوار. مثله ما شافت حدا بين البلاد. لك عبود خير شبهك وشك ما عم يتفسر. خير؟ منين بده يجي الخير؟ ها؟
ما سمعتوا للزعيم بإذنك بده يقلعني برات الحارة؟ لك قسماً بذات الله لو حدا تاني كان عم يحكي الكلام، لكن شخدته قدام الخلايا. يستر على عرضك، يستر على عرضك يا أبو ضاي، ما بدنا مشاكل. بعدين والله شفت لك الفارس شب زقرت معدل ما في منه. ضروري تضربه وتروحوا للزلمة؟ ما أنا الزعيم ما بدنا مشاكل؟ إيه وبدك ياني أنا أسمع للزعيم؟ اسمعوا لحريمي، أنا كل يوم بدي أعمل عي وكل يوم بدي أعمل مشكل، وإذا كان في رجال بيناتهم بالحارة يجي واجهني. لك عبود بدي أسألك، أنت قدو للزعيم أبو شكري؟ لك زكو أنت عندك للسر مطرح بير ماله غرار؟ حدا قال لك شي مرة أنك حريمي؟ لا والله ما حدا قال لي. هذا رح قال لك زوز كلام، أنت حريمي ومكتير ميحي؟ عرضية. وراح أبو زيد هو ورفيقه دياب بن غانم ليجيبوا راس الزيناتي خليفة. سافروا برحلة طويلة من أرضهم لأرض الزيناتي وشافوا الولد بهي الرحلة، وبيوم من الأيام كان دياب وأبو زيد نايمين بهالبرية، وإذ بيطلع لهم ديب أسود مكشر عن نيابه. يا باطل. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلي زكو شلونا؟ أهلي معلم عمود. شاي لهون، شاي ما عنا، اثنين قهوة لهون كمان ما عنا. شرب مليسي، اثنين مليسة لهون ما بينعز عنك قبضاي، مثل ما لك شايف القهوة مليانة خزينة العين ومشاريب ما عنا. كأنك عم تقلعني يا جماعة، فهمها مثل ما بتفهمها قبضاي. خلصت. امشي زكوا شرب عندي بالبيت. عرضية معلم عبود، عرضية. يلا السلام عليكم. يعطيك العافية. دربي سد ما يرد. كمل ابو ظاهر كمل. جبت له مناخيره لهذا نوري بالارض. لك لكان عمي شكري لكان بنعجبك نحن. قادر ما عرفهمه عجل، يعني ما بيحسب ما بيسلم، يعني نوري ما رح يجيب على خير. يا ميمتي لسه كل ما دق الكوز بالجرة بيقول لي نوري، يعني شو بده يعمل نوري؟ بلا شو بده يعمل فهمني. لك انا شو بعرفني انا؟ لك لو بده يعمل كان اليوم عمل وفرجانا، بس حريمي شفت شلون؟ هذا الكلام اللي بينسمي بتعرفوا شباب؟ والله الأبو جمال له مني واحدة، الله وكيلكم. لك أنا بيقلعني من القهوة؟ إيه؟ شو عليه؟ شو عليه يا أبو جمال؟ اللي نوري عم يستناني بالساعة. والله شكله مو جايبه بنوب على خير. يا ميمتي ليك شلوني عم أقصف من رعبتي؟ شو يعني إذا عم يستناني بالحارة؟ روح ربي يحميك على الهزة. ويحميك لك زكور، لسه الخير لقدام ما شفت شي. Thank you.
الخير لقدام يا اهل حارة اللوز. وصلنا معك للمليسة ما كنت ترضى يا ابو جمال. استلم.